أيها الأحباب، ما أجمل الحديث عن التفاؤل في زمن كثرت فيه النكبات وكثر فيه المصائب وحلت بدول ما حل بها وكثر الاكتئاب، وصار الشيطان في هذه الأزمان يحرش بين الناس ويملأ القلوب همًا وغمًا وضيقًا وجزعًا، حتى أن الابتسامة الطاهرة والوجه الجميل المشرق بالكاد ترى في المئة رجل مشرق الوجه متفائل. ومع الأزمات الاقتصادية ومع الحروب ومع الأوبئة ومع الأعاصير ومع الزلازل، قال الكثير من الناس لن نرى خيرًا قط. وإذا أردت أن تتفاءل في مجتمع من المجتمعات، وقف أحدهم لك: أنت شايف شيء يعجبك؟ وهل في الدنيا شيء يستاهل أن تبتسم له؟ اليوم شر وغدا أشر، وكأن العاقبة بيد الشيطان وليست بيد الله. الذي يعرف الله لا تضيق به السبل، الذي يعرف الله لا تتصحر روحه، الذي يعرف الله يعلم أن العسر لا بد أن يعقبه اليسر، الذي يعرف الله يعلم أنه مهما كادت السماوات والأرض لو كاد كمن كان فيها، والله لا يقع فوق ملك الله إلا ما أراد الله. الواثق بالله الذي يحسن الظن بالله يعيش في زمن الأزمات في دوحة من الإيمان وفي ربيع في صدره، مطمئن واثق لا يجزع، مطمئن لأنه يعلم أن الحول والقوة بيد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعلم أن العاقبة للمتقين، ولله أيضاً عاقبة الأمور والعاقبة للمتقين. ولذلك عندما نتحدث عن الفأل في هذا الزمن أحسب أن الحديث عن الفأل أمر واجب، لأن بعضنا ضاقت به الأرض بما رحبت. لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير. نعم، دائماً المؤمن يعلم أن المصائب في الحياة لربما لا تبلغك الآخرة إلا صبرك وانتظارك للفرج. والله إن انتظار الفرج لعبادة، والله إن انتظار الفرج لهو فرج، والله إن انتظار الفرج ثقة بالله وحسن ظن بالله. وما ظنك بعبد يطرق الباب على الله ألا يفتح له؟ بلى. لماذا تأخر الفرج؟ لأن الله أحب أن يسمع صوتك ومناجاتك ودعائك ويرى دمعك، وهو ليس في حاجة لك، إنما حتى ترتفع في مقامات التوكل واليقين. الحسن حسن الظن بالله والتفاؤل معناها صدق العبد في اعتماده على الله وانتظار الفرج من الله، والثقة أن الصبر لا بد أن يعقبه الفرج. الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ليطمئن قلبه: ألم نشرح لك صدرك؟ هذا من القرآن المكي. زمن القرآن المكي زمن آلام. حبيبنا عليه الصلاة والسلام مات له من الأبناء ستة، ورأى أصحابه يتفرقون ويعذبون ويختفون، ومع ذلك أنزل الله له: ألم نشرح لك صدرك. انشراح الصدر في الأزمات معناها أنك تعرف الله باختصار. وإذا غلق الأبواب الشيطان فلأنه أراد أن تنظر للحياة مع ثقب إبرة، وأن تقول ما في فائدة، وأن تقول هلكت، وأن تقول الموت خير من هذه الحياة. لا والله، والله ما دام في القلب نبضة وفي الحياة نظرة إن الفرج قادم، ولن يغلب عسر يسرين كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن مع العسر يسرا، تأكيد إن مع العسر يسرا، اليسر هنا بمعنى عام والعسر عسر واحد، واليسر يغلب العسر ولا محالة، لأن الله جل وعلا له معقبات، ولأن المقاليد بيد الله، له مقاليد السماوات والأرض. لا إله إلا الله. كيف تفاءل في زمن كله آلام؟ طيب إذا تشاءمت بحل تشاؤمك هذه الآلام؟ واحد في غرفة مظلمة ويلعن الظلام ويتشاءم من الظلام، إيش تقول له؟ أقول الله يحفظك، ضف وجهك ودور الفيش ولع اللمبة، الله يجزاك خير، وخل عنك من الظلام ولعن الظلام، فإن لعن الظلام لا يوقد شمعة. ولذلك العبد الذي يقول أنا أتشاءم لأني أتألم، تألم لكن لا تتشاءم،
تألم، فإن الألم الذي أنت فيه عبادة، لكنه لا يدعوك للتشاؤم. تقول فإن الله يرى ما يقع بإخواني، ويسمع كلامهم، ويرى مكانهم، ويسمع أنينهم. هو العظيم، هو السميع، هو البصير، هو الملك، هو الرقيب، هو أرحم بهم مني. تشاؤم المتشائم يزيد في الأمة الآلام، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام ضرب لنا من حياته أمراً جميلاً. في الخندق يحفرون الحفرة التي تعلمونها، والجوع وبرد وريح، ثم يأتي بالمعول ليكسر الحجر. الله أكبر، فتحت بصرى. الله أكبر، فتحت صنعاء. أي فأل هذا؟ كان الحبيب في أحلك الظلمات يضيء أملاً في قلوب أصحابه، لأن المتشائم قاعد، والقاعد لا تقوم عليه أمة، والقاعد لا يقوم عليه أمل، والقاعد مكتئب، والمكتئب لا يذوق السعادة. كيف تأتي النجاة لا أدري، لكنني أعلم أن ذلك بيدي العزيز الحكيم جل وعلا. هذا العظيم، أنا أثق في ربي، ولذلك أنا سعيد. تأمل في الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان ينثر البسمة والفأل في أصحابه. يمر على آل ياسر يعذبون، صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة. والله إن ذكر الجنة يجعل كل قلب قد يبس يعود إليه الربيع من جديد، ويورق القلب كله، حتى الآلام. يا أخي، هذه الآلام ستنتهي على باب الجنة، ستنتهي الآلام بعد توديع الصراط خلف ظهرك، ستنتهي الآلام أيها المبارك مع جلوسك على الأرائك، ستنتهي الآلام عندما يدخل الملك عليك ويسلم عليك من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. أين الآلام؟ مع صبغة في الجنة تنتهي الآلام. لذا أيها الأحباب، كان الحبيب يقول لأصحابه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يثق أن الله جل وعلا فوق ما تتصور، الله أعظم مما تتصور. وإذا أعطى سبحانه أدهش العقول عطاءه، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، ويأتيك بالنصرة من حيث لا تدري. وإلا رجل يقذف في النار، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنار تحرق، ويرفض أن يطلب النصرة إلا من الحق جل وعلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. النار، نار إبراهيم، هي النار التي عندنا وتحرق، والرب الذي أنقذ إبراهيم هو الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. فكن مع الله، كما قال من قال من السلف: أعطني إيمانا كإيمان إبراهيم، أبني لك جنانا في الجحيم. إنها الثقة في الله. ووالله وتالله لو أن عبدا وثق بالله ثقة الأنبياء في ربهم جل وعلا، والله لا يغلق عليه باب، والله لا تمر على قلبه كربة، والله ما تدمع عينك حسرة، تدمع شكر وحمد وثقة وسعادة. لكن أين معين التوحيد في بعض القلوب المتضجرة، والتي وقفت على سواحل الأحزان وتقول: ضاع كل شيء، راح المال، راحت الصحة. يا أخي، الله لا يخلق شراً محضاً، الله له في كل أخذ وإعطاء حكمة. الله قد يحب عبداً فيأخذ منه، ويبغض عبداً فيعطيه. الله جل وعلا أخذه عطاء. والله جل وعلا لو أن عبداً تضجر من أخذ الله لعينيه، أخذ الله لماله، أخذ الله لولده، أخذ الله لبعض بدنه، قطعت أقدامه، ذهب ماله، تحرك لسانك بالحمد، فإن الله يراك ويرى مكانك، ويسمع كلامك، ويسمع أنينك، ويرى دمعك، ولكن منزلتك عالية. فصب عليك البلاء، يبتلى المؤمن على قدر دينه، يبتلى المؤمن. المؤمن الأمثل، فالأمثل من كان في دينه صلابة كان البلاء عليه أكبر. لما؟ لأن أولياء الله ما رضي الله أن تكون الدنيا عطاء لهم ولا دار لهم. ولذا محمد عليه الصلاة والسلام، ما أعطي من زهرة الدنيا شيء، ما أعطي شيء. بيته 3.5 متر × 2.5 متر، بيته كبيوت الناس، بل أصغر من بيوت الناس. لماذا ما أعطاه أحد ذهب
لماذا ما قلب الصفا ذهب؟ لماذا ما أسال الأودية له ذهب؟ لأن الله أحبه، وإذا أحب الله عبدا جعل الجائزة له في الآخرة، لأن الدنيا فانية.